على مساحة 2.5 مليون هكتار تنتصب غابات شاسعة ضواحي أكادير جنوب المغرب. تعرف هذه الرقعة من الأرض حسب تسميات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو بمحمية المحيط الحيوي لشجر الأرغان. هذه الشجرة النادرة أهم ما تمتاز به أراضي جهة سوس ماسا ذات التنوع البيولوجي الكبير. مدينة تيزنيت، المدينة السلطانية، عاصمة الفضة أو منبع العين الزرقاء. هنا لا يدخر الإنسان جهدا في تفاعله مع ما تنتجه وتختزنه الأرض من ماء وزرع وشجر. افتخار، غيرة وسعي للحفاظ على الموارد الطبيعية النادرة أسباب جعلت أبناء الجنوب الغربي للمملكة ينخرطون في سلسلة جهود تهدف العمل من أجل الحفاظ على موروث غابوي قل نظيره. موارد البشرية للشبكة. الجال المتقدم ديال الجنوب الغربي لمملكة المغرب كتسخر بواحد الثروة غابوية اللي هي أرغان، وكتنظم واحد العدد ديال الأنظمة الإيكولوجية بهذه المنطقة هذه. وابتداء من سنة 1998 تم الاعتراف بها كتراث عالمي من طرف اليونسكو بعد ما قدمت لها يعني الأطراف المغربية المندوبية السامية لأمن الغابات واحد الطلب باش تصنف هذه المنطقة كمنطقة مجال الحيوي للأرغان. وهذا التراث هذا فهو مجال اللي كيهم يعني جنوب كيمتد من جنوب إقليم آسفي حتى منطقة سيدي فني، يعني فيه واحد المجال اللي كيمتد على 2.5 مليون هكتار اللي وسط منه واحد العدد ديال التشكيلات الغابوية، ولكن التشكيلة الرئيسية هي غابة الأرغان على مساحات 800,000 هكتار. بين هذه الجبال تحكي الرواية تنوعاً بيولوجياً فريداً اختار له الإنسان تقسيماً يحدد مجالات الاستغلال البشري. هذا المجال ديال الأرغان اللي هو محمية المحيط الحيوي شجر الأرغان فيه ثلاثة ديال المناطق على حسب التعريف ديال اليونسكو: مناطق أليف، مناطق باء، ومناطق جيم. كل منطقة عندها مجموعة من الاستعمالات. مناطق أليف مثلا استعمال ديال الأبحاث العلمية، مناطق باء استعمالات ديال التنمية المحلية التي لا تتعارض مع حماية الموروث الثقافي اللي هو الموروث الطبيعي اللي هو شجر الأرغان، والمناطق جيم اللي هما مناطق التنمية بشكل عام. بحثا عن معرفة المزيد اقتربنا من أحد الخبراء ممن يتنفسون هواء العناية بأشجار تحمل الخصوصية المحلية. ما بين النباتات المهمة اللي كتوجد في المنطقة وبالنسبة للأشجار، عندنا شجرة أرغان اللي هي واحد الشجرة اللي مهمة بزاف في المنطقة، لا من ناحية البيئية ولا من ناحية الاجتماعية ولا من ناحية الاقتصادية. واحد النوع ديال من شجر الزيتون اللي هو كذلك مستوطن، ما كيتسمى بالزيتون المغربي أوليا أوروبيا سوز اسبيس ماروكانا. هاد النبتة، هاد الشجيرة موجودة غير في الأطلس الكبير الغربي في النواحي ديال مزدلفة وتنان، وفي النواحي ديال وموجودة كذلك في الأطلس الصغير الغربي في جبل في المنحدرات ديال جبل إمزي وجبل أداد مدني. في مقابل العمل من أجل الحفاظ على الوجود الطبيعي لهذا الإرث الغابوي الفريد الذي يشكل منه شجر الأرغان مساحة تفوق 800,000 هكتار، تعاني المنطقة سنوياً اضمحلال حوالي 700 هكتار من مساحة الشجر ذاته، كما تعاني غابات الأرز والصنوبر الأخضر والعرعر تبعات التدخل البشري العنيف. المحمية ديال الأرغان أصلاً عندها بزاف ديال المشاكل وعندها بزاف ديال الضغوطات من جانب البيئي، وهي قطع الأشجار والرعي الجائر وكذلك الأزبال وبزاف ديال المشاكل البيئية، وبالتالي لا بد ناخذ بعين الاعتبار هذا المجال الحيوي الهام، لأنه جهة سوس-ماسا عندها هاد محمية الأرغان هي اللي حاميها من انجراف التربة، هي اللي حاميها من لا ديزيرتيفيكاسيون، لأنه كتعتبر هاد محمية الأرغان آخر اسباس على لا ديزيرتيفيكاسيون. ونحن كنعرفوا بأن الفرشة المائية كتعرف واحد العجز مهول اللي وصل حتى 350 مليون يعني متر كوب
على مستوى الجهة، وبالتالي هذا مؤشر خطير اللي خصكم اللي تعبئ نحدوا من الزراعات اللي هي العصرية اللي كتسلك أكثر، نحدوا من مجموعة من السلوكات اللي هي ديال الرعي الجائر وغيرها من الممارسة ديال الطرامي على الأملاك الصالحة يعني للمجال الحيوي الأرغان، حماية لهذا التراث العالمي المعترف به من طرف اليونسكو. يشكل تزايد النشاط الصناعي والاقتصادي سبباً في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال تزايد مستوى انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية، ما من شأنه أن يزيد من وطأة التغيرات المناخية وينذر باندثار مساحات مهمة من الغابات، وبالتالي انهيار أنظمة إيكولوجية كاملة. مخافة وقوع ذلك، اختار فاعلون بالمنطقة تكثيف جهودهم في مواجهة أي تجاوز غير محسوب العواقب، كل من موقع مسؤوليته. الشبكة عندها واحد الحصيلة مهمة جدا في الترافع حول القضايا الكبرى المرتبطة بالمجال ديال المحمية، الرعي الجائر، مكافحة الخنزير البري والأضرار السلبية ديالو، ترافع ضد الأضرار الناجمة عن الفلاحة العصرية والتوسع العمراني، المشاكل المرتبطة بالتصحر والترمل في المناطق الجنوبية، واللي بين نتائج لمؤسساتية هو أنه انطلاقا من الورشات الأولى واللقاءات التواصلية الترافعية يتم الآن وجود قوانين تنظم هذا المجال، القانون المرتبط بتنظيم الرعي، القانون القوانين المرتبطة بالمجال ديال مكافحة الخنزير البري في المجالات اللي كيحد فيها أضرار. إذا هذه حصيلة مهمة الآن اللي احنا غادي نبنيو عليها ونراكموا عليها ونتمنوها كرأس مال مهم اللي هو في ملك جميع الفاعلين الجمعويين بالجهة وعلى الصعيد الوطني، لأن في واحد المجموعة ديال التجارب ديال التدبير الجماعاتي للموارد الطبيعية الآن كنتمنوا أننا نبلوروها ونمشيو بها بعيد إن شاء الله. في أول الأمر حاولت الشبكة عبر منسقيتها الإقليمية أو المنسقية الجهوية شراك المنتخبين يعني في كل مخططاتها، بعد ذلك يعني تمت عملية التكوين ديال هاد المنتخبون، وفي المرحلة الثانية يعني قمنا بواحد العدد ديال الشراكات مع جماعات ويعني ومجالس إقليمية ومجلس جهوي. من خلال هذه الشراكات تم القيام بواحد العدد ديال الأنشطة سواء اجتماعية أو اقتصادية في المجال ديال محمية أرغان. في البداية مع شبكة محمية المحيط الحيوي للأرغان والجماعة ديال تيزنيت، ومن بعد توسعت المشاورات وشملت واحد المجموعة ديال الشركاء أيضا بما فيهم وزارة البيئة، الجهة، المجلس الإقليمي، مندوبية الإقليمية ديال التعليم، واللي توجت بواحد الاتفاقية ديال الشركة اللي فيها الالتزامات ديال الأطراف كلها. برنامج عمل الجماعة 2017-2022 كيجي في إطار واحد المشروع كبير مندمج اللي كيشمل مشاريع أخرى اللي كتصب في نفس الإطار وفي نفس وكتهدف لتحقيق نفس الأهداف، بما في ذلك إحداث حديقة نباتية. احنا في الجهة سوس-ماسا كفاعل جهوي يعني خدت مجموعة من المبادرات سابقا، وهي الآن عندها واحد المخطط استراتيجي كيتعلق بإعداد المخطط الترابي لمحاربة الاحترار المناخي اللي كيجاوب على كثير من الإشكاليات. وفي هذا الموضوع ديال البيئة والتنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية كيرتبط أساسا بالمقاربة التشاركية اللي الجهة بتشتغل عليها بكثافة وكترهن على الدور المجتمع المدني في هذا الإطار، وبالتالي هذا المجتمع المدني كيشكل رافعة أساسية في التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في توازن تام مع الإمكانيات المتاحة والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. غير بعيد عن تيزنيت وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر نحو الشرق تنتصب مدينة تافراوت عاصمة جبال الأطلس الصغير. هنا يمتزج الإبداع البشري بغنى الطبيعة، يثير انتباهك على طول المساحات الهامشية للمدينة قيام أنشطة جمعوية تدر الدخل وتستهدف أبناء المنطقة، تعاونيات ومقاولات نسائية وأخرى شبابية يقتات أعضاؤها مما تجود به الطبيعة من خيرات. تعاونية البركة يعني كتعاون في التنمية المستدامة ديال المنطقة تافراوت وأمل بصفة عامة، يعني عطات واحد القيمة المضافة للمنتوج، وفي نفس الوقت يعني الاستقرارية ديال المرأة ديال القروية يعني ولات يعني ولا عندها واحد الدخل مادي ديالها هي، يعني ما بقاتش
معولة على واحد الداخل من جهة واحدة، يعني كتعاون هي راسها، كتعاون وليداتها، كتعاون دارها، وفي نفس الوقت كتعرف بالمنتوج ديال المنطقة من خلال المشاركة ديال المرأة في المعارض الوطنية والمحلية والدولية. يعني تبدلت العقلية ديال المرأة، يعني ولات قادرة تخرج تشارك في معارض، قادرة تخرج تتمل المنتوج ديالها، قادرة تدير المدخول ديالها هي راسها، وقادرة تدير تعارف مع ناس خرين، دير تقلب على أسواق هي براسها راسها. نحن كتعاونية فلاحية لتربية النحل كنشتغلوا على صعيد منطقة دائرة تفراوت، وكنخدموا خصوصا على تربية ديال النحلة الصحراوية نظرا لعدة مميزات كيمتاز بها هذا الصنف. اولا كتقاوم الامراض اللي كتصيب النحل، ثانيا كتصبر على سنوات الجفاف، ومن خلال التسويق ديالنا للمنتوجات ديالنا عبر المشاركه بها في عده معارض محليه وجهويه، الناس والسياح كيكتشفوا المنطقه ديال تفراوت والمنتوجات ديالها والتنوع البيولوجي اللي فيها. بالعوده لتزنيت، يحاول الفاعلون الجمعويون هنا تكثيف جهودهم في مواجهه سلوكات بشريه مرفوضه بانشاء مركز للتربيه البيئيه. فكره مشروع مركز التربية البيئية إيكو تيزنيت الذي تم إحداثه سنة 2015 من طرف شبكة محمية أرغان الأربع، تم بعد مشاورات متعددة الأطراف مع مختلف الفاعلين المحليين. الهدف من إنشاء أو إحداث هذا المركز الإقليمي للتربية البيئية هو تحسيس الفاعلين المحليين وتقوية قدرات وتقوية قدراتهم في مجال التنمية المستدامة والمقاربات الترابية والمقاربات الحديثة من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة وفهم التغيرات المناخية، وكذلك الوساطة العلمية من أجل تبسيط المفاهيم العلمية التي تنبني عليها التنمية المستدامة، وينبني عليها الآليات اللي يمكن يتم بها مواجهة التغيرات المناخية بالإقليم. تكثيف الجهود من أجل مواجهة مسببات التغيرات المناخية كان هدفاً أيضاً لسياسات حكومية انبنت مخططاتها على مضامين آخر وثيقة دستورية بالبلاد. هذا المشروع إيكو تيزنيت هو خلق مركز للتربية البيئية اللي داخل في شراكة ما بين كدبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع لا غغبة، حيث هذا المشروع دار في إطار كما قلت لك الاتفاقية اللي داخلة في مقتضيات الدستور 2011، وخصوصا المادة 31 منها اللي تنص على عيش المواطن في بيئة سليمة وتنمية مستدامة، وكذلك في إطار مقتضيات القانون الإطار 99/12 بمثابة ميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وخصوصا المواد التي تنص على الأنشطة ما بين الجمعيات ومؤسسات الدولة. كذلك هذا المشروع دخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تنص كذلك على الشراكة المتينة ما بين الجمعيات وما بين الوزارة ووزارة التنمية المستدامة. نحو بذل مزيد من الاهتمام تتجه جهود معظم الفاعلين البيئيين حكوميين أو غير حكوميين، أو على الأقل هذا ما يفهم من أقوالهم وسطور تقاريرهم، في انتظار وضع وتفعيل مخططات واستراتيجيات بيئية أكثر وضوحا من أجل مواصلة الطريق نحو المصالحة مع محيط بيئي سليم.